بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد ان انتهينا من الدليل الشرعي اللفظي، ننتقل إلى الدليل الشرعي غير اللفظي، الدليل الشرعي اللي قلنا أنه ينقسم الى لفظي يعني روايه تاتينا قال الامام الصادق سلام الله عليه فلان شيء مثلا هذه هذا دليل شرعي لفظي واما عندنا بعض الاحيان انه لا ينقل لنا قول للامام بل انه ينقل لنا ان الامام اتخذ هذا الشيء او سكت عن هذا الشيء او فعل هذا الشيء. يعني مره انه يقول قال الامام كذا، قال النبي صلى الله عليه واله كذا مثلا. ومرة أخرى لا يقول قال، بل يأتيني فعل النبي فعل كذا، الأئمة فعلوا كذا. في اثناء الوضوء قام الامام فتوضا وصلى هكذا مثلا فهذا ما نسميه الفعل وعندنا ايضا السكوت والتقرير حيث حادثه تحدث امام المعصوم امام النبي او الامام فهو يسكت وسكوته هذا في ماكو في قراء اخرى تدل على انه خلاف الظاهر فهل هذا مؤيد ام غير مؤيد؟ طبعا السيد شهيد راح يذكر هنا دلاله الفعل ودلاله السكوت اما دلاله الفعل فمرة فعل الذي يصدر او الفعل الذي يصدر من النبي والامام عليهم السلام تارة يكون تعليمي بحيث عندنا فت قرائن هذه القرائن واضحه لنا بانه هذا الفعل الذي جاء به المعصوم سلام الله عليه هو لغايه وغرضه منه التعليم واخرى لا ما عندنا قرينه عن كون هذا الفعل الذي صدر من المعصوم تعليميًا ما عندنا بل مثلا أنه قد يكون هذا الفعل من مختصات المعصوم سلام الله عليه مثل عندنا بعض المختصات للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله مثل الزواج بتسع مثلا هذا من خواص النبي أو مثلا تكبير على صلاة الميت بسبع مثلا هذا من خواص النبي أو بعض الأمور اللي هي من قراء ونتيجة لروايات وتصريحات من المعصوم أن هذه من خواص النبي أو خاص الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فإذا كان عندنا دليل على أنه هذا الفعل هو يكون تعليمي فبها ونعمة، وأخرى لا ما عندنا قرينة على أنه هذا الفعل هو تعليمي، فإذا كان إذا كان هذا الفعل غير تعليمي، ولم يكن عندنا أنه هذا من مختصات النبي والإمام. يعني لا هو تعليمي ولا هو مختص بالمعصوم فحينما يفعل هذا الفعل هذا دليل على عدم حرمته يعني خلينا نقسم من جديد شفنا الامام سلام الله عليه يفعل او المعصوم يفعل فعل وندري بانه هذا الفعل مو هو تعليمي ولا انه من مختصاته فنقول انه هذا اذن يدل على عدم حرمه هذا الفعل لماذا لانه اذا كان حرام والمعصوم يفعله فهذا خلاف عصمته وخلاف لقاعده اللطف الالهي فان قاعده اللطف تقتضي انه الله تبارك وتعالى يرسل لي الانبياء والمرسلين والاولياء حتى يهديني فالاولياء لابد ان يكونوا قد يمثلون الحكمه واقعا وتمثيلهم للحكمه يكون عن طريق اي شيء عن طريق عصمتهم لان اذا هذا احتمال انه هذا العمل الذي عمله المعصوم حتى لو حتى لو كان حرام ويعمله المعصوم فاذا انا ما حاجتي الى المعصوم في هذه الحاله فقط ناقل للوحي فاذا حينما يختلي الفعل او يتخلى الفعل عن القرين على كونه تعليمي وليس من مختصات المعصوم فاذا نقول ان هذا الفعل الذي فعله المعصوم هو ليس بحرام وايضا اذا ترك الإمام أو المعصوم ترك فعلاً فحينما يتركه وهو ليس بتعليمي وليس بمختص يعني نفس الحالة السابقة فنقول أنه هذا غير واجب فدلالة الفعل للمعصوم يدل على عدم حرمته ودلالة الترك لهذا الفعل يدل على عدم وجوبه زين هل ان الفعل بمجرده حينما يفعله المعصوم هل يدل ذلك على استحباب الفعل هل يدل ذلك على استحباب الفعل ام لا نقول هذا لا يدل بمجرده على استحباب الفعل الا اذا كان عبادة اذا لم يكن عبادة فهذا لا يمكن ان نضعه في خانة المستحبات. أما إذا كان عبادة باعتبار أن العبادة بكل حال رجحانها وجوازها يدل على رجحانها، فحينما تكون جائزة فهي راجحة. أو إذا كنا قد أحرزنا أنه عدم وجود ما عندنا أي حافز. شرعي يعني ماكو عندنا فد حافز اضافي اخر لهذا الفعل غير الشرع يعني لو عمل الامام او المعصوم عملا ما وهذا العمل ما عندنا حافز او ما عندنا مؤثر لهذا العمل وباعث لهذا العمل غير انه يكون مسألة شرعية لانه بعض الاحيان يكون الباعث لهذا العمل انه مساله اجتماعيه يريد الامام حلها، او مساله جزئيه صغيره يريد التنبيه عليها، ومرة لا ما عندنا هذا الحافز، فيبقى هذا الحافز ضمن اي شيء؟ ضمن الشرع، فاذا ثبت ان هذا الفعل ليس له، ليس له لهذا الفعل، اي حافز اخر فنقول ان حافزه هذا شرعي، واذا كان شرعي فيكون بعد يكون راجح يعني مستحب. واذا هذه الـ <applause> طبعا هذا الاحراز ايضا من الذي يساعد عليه؟ انه حينما يصدر هذا الفعل مرارا وتكرارا من المعصوم او لا. مو يزور مراراً تكراراً لا يواظب عليه المعصوم بحيث نراه أنه في كل يوم يفعل هذا الفعل أو في كل أسبوع يفعل هذا الفعل بحيث أكو برنامج عند هذا المعصوم مرة ما عنده برنامج ولكن يفعله باستمرار شوفه بالشهر مرة مثلاً مرتين أو ثلاث مرات بشهر ومرة أخرى لا كل مثلاً خميس يفعله وهكذا جيد هل أنه يبقى عندنا مسألة مسألة أخرى أنه الفعل حينما يفعل الإمام فعلاً ما هل يدل هذا الفعل على أن هذا الفعل اللي فعله الإمام هو ليس بمكروه أما أنه ليس بمكروه دائماً يعني حتى لو فعل المعصوم مرة واحدة حينما يفعل الفعل المعصوم فعله مرة واحدة فهل يدل هذا الفعل لمرة واحدة على عدم كون هذا الفعل مكروها أم لا؟ يدل على أنه حينما يتكرر وهذا ينفي الحرمة فهل يدل على عدم كراهته ام يدل فقط على نفي الحرمه؟ نطبق حتى ننتقل للبحث الاخر. ثانيا الدليل الشرعي غير اللفظي، بعد ان انتهينا من ذلك الدليل انتقل من اللفظي انتقل الى غير اللفظي. عرفنا فيما تقدم ان الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا يدل باللفظ واخرى يكو واخرى غير لفظي واخرى هذا الدليل الشرعي يكون غير لفظي والدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم هذا بعد ليس قول بل هو موقف وتكون له دلاله على الحكم الشرعي هذا الفعل او التقرير او السكوت الذي يفعله المعصوم هذا يدل على الحكم الشرعي مو مثل السابق السابق كان عباره عن قول هذا قول فيقول ويخبر عن الحكم الشرعي هنا لا يدل بالدلاله على الحكم الشرعي ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارة مرة هذا الموقف اللي يتخذه المعصوم مرة يفعل وفي التقرير والسكوت عن تصرف معين تارة اخرى مرة اخرى لا مو فعل بل يسكت ونتكلم الان عن دلالات كل من الفعل والسكوت إذا في هذا الموضوع راح نأخذ الفعل والسكوت دلالة دلالة الفعل، أما الفعل فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميا فيكتسب مدلوله من ذلك، يعني هذا الفعل الذي صدر من المعصوم من خلال القرينة يتبين لي أو تبين لي بأنه هذا مجرد تعليم الإمام جاء به حتى لغاية التعليم وأخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل يعني ما فيه قرينة تدل على التعليم وحينئذ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد، إذا ما كان عندنا قرينة بأنه هذا الفعل هو من مختصات المعصوم، كما قلت مثل الزواج التسعة زواج التسعة من النساء، هذا زواج تسعة من النساء، عندنا قرينة واضحة على أن هذا من مختصات النبي صلى الله عليه واله فلذلك ما اقدر ان اخذ هذا الفعل الذي صدر من النبي واقول انه كان النبي كذا يفعل هذا لانه من المختصات وحينئذ فان لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد من هذا القبيل اللي هو مثل زواج تسعه للنبي دل يعني ما عندنا قرينه على انه هذا من مختصات النبي دل صدور الفعل منه على عدم حرمته بحكم عصمته. احنا عندنا دليل عقلي على عصمته، عصمه الائمه والنبي. فالعصمه تقتضي عدم فعل الحرام، فاذا صدر منهم هذا الفعل فنقطع ونقول انه هذا الفعل هو غير حرام لماذا لان المعصوم لا يفعل الحرام جيد هذا بالنسبه الى الفعل كما يدل الترك على عدم الوجوب لذلك آه وايضا حينما يترك المعصوم فعلا ما فتركه له من غير المعقول ان يترك واجبا فنقول أنه هذا ما دام ترك المعصوم فإذا هو ليس بواجب ولا يدل بمجرده يعني بمجرد الفعل أنه هل يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه أنه فقط فقط رأينا الإمام يفعل هذا الفعل هل يدل ذلك على أن هذا الفعل هو راجحون يعني مستحبون الا اذا كان عبادة فقط في حالة كون هذا الفعل عبادة اذا كان عبادة فعمله وفعله لهذا الفعل يكون دال على الرجحان دال على الاستحباب فيدل على الاستحباب الا اذا كان عباده فان عدم حرمتها مساوق لمشروعيتها ورجحانها، لانه بناء على انه ماكو عندنا عباده مكروهه، العباده ما دام انها جائزه فاذا كانت جائزه فهي تكون مستحبه، لان عندنا اما الوجوب، الوجوب هذا ما يمكن تركه. والمفروض انه في هذا الفعل الذي فعله فعله ويمكن ان يكون قد تركه ففعله هنا يدل على عد على استحبابه او احرزنا في مورد او لا هذا او عطف على اي شيء انه الا اذا كان عباده او احرزنا فيكون معطوف على هذا يعني يريد بيان متى يكون هذا الفعل يدل على الاستحباب في حالتين الحاله الاولى اذا كان عباده او احرزنا في مورد عدم وجود اي حافز غير شرعي فاذا كان لا يوجد عندنا غير يعني اي حافز غير شرعي فالمفروض اذا ما كان عندنا الحافز لا يكون شرعيا فلا بد ان يكون شرعيا، واذا كان الحافز شرعيا فمعنى ذلك انه هذا الفعل هو مستحب، فيتعين كون الحافز شرعيا اذا قطعنا بعدم وجود حافز اخر غير شرعي، اذا ما كان حافز غير شرعي فيثبت اي شيء. يثبت ان هذا الحافز الذي حصل والذي حدث هو حافز شرعي فيثبت الرجحان يعني شنو؟ يعني راح يكون هذا الفعل ايضا مستحب ويساعد على هذا الاحراز تكرار صدور العمل من المعصوم يعني احنا شفنا الامام سلام الله عليه يفعل يعمل عملا ما ولو اطلعنا على هذا العمل ما لاحظنا انه هناك حافز غير شرعي، هناك مؤثر في هذا العمل غير شرعي، بل حينما ننفي الامور غير شرعيه ما الذي يبقى؟ يبقى الحافز الشرعي، فاذا كان هنا الحافز هنا حافزا شرعيا فيلزم من ذلك ان يكون هذا الفعل مستحب وإذا كان هذا الفعل مستحب وكيف نعرف أنه مستحب بالإضافة إلى أن يكون الحافظ غير شرعي إذا حصل من المعصوم المواظبة عليه مثل المواظبة على السواك مثلا نلاحظ أن المعصوم ما عند لا أنه ماكل بصل أو ماكل ثوم أو ماكل غير ذلك هو أنه نلاحظه أنه يستاك لا بل نلاحظ مثلا ان المعصوم مثلا يستاك على كل حال فحينما يستخدم السواك في هذه الحاله رغم عدم كون قد اكل شيئا ينبه عليه مثلا اذا اكلتم بصل مثلا فنظفوا اسنانكم بالسواك فما دل على هذا العمل لا نلاحظه كل يوم مثلا أو ما ضب عليه قبل كل صلاة مثلا أو في يوم الجمعة مثلا وهكذا فهنا يدل هذا الفعل على أن هذا الفعل الذي صدر من المعصوم هو راجح يعني مستحب يقول ويساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من المعصوم، يتكرر هذا الصدور أكثر من مرة، أو مواظبته عليه، فرق بين التكرار والمواظبة أن التكرار لا يكون له وقت معين، أما المواظبة فيفعله مثلا في كل يوم ضمن برنامج معين، مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها، لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبة عليها، رغم أنه هذا الفعل الذي فعله مو من الطبع، مثل واحد يغسل يوميا وجهه من الصباح مثلا، أو ينظف أسنانه بالفرشاة والمعجون مثلا يوميا، هذا اقتضى باعتبار أنه نظافة غير ذلك، لا، هذا الفعل الذي يصدر من المعصوم ماذا؟ لا يقتضي الطبع تكرارها، إذا تبين لنا في هذا الدرس ان الدليل الشرعي غير اللفظي يشمل الفعل والسكوت، والفعل اذا كان الفعل الذي صدر من المعصوم اذا كان اقترن بمقال او ظهور بكونه تعليمي فنقول ان هذا الفعل تعليمي، اذا كان هذا الفعل اقتضى انه من مختصات النبي او الامام أيضاً ندرجه في حالة اختصاص، أما إذا لم يكن لا الأول ولا الثاني فيتعين أنه هذا الفعل الذي إذا صدر من المعصوم أنه هذا يدل على عدم حرمته، لأن المعصوم لا يفعل الحرام. وكذلك تركه اذا تركه فانه يدل على عدم وجوبه لان المعصوم لا يترك واجبا ولكن هل هذا بمفرده يدل على استحباب الفعل ام لا؟ يقول لا يدل بل يحتاج الى قرينه الا اذا كان هذا الفعل هو من الامور الشرعيه فان الجواز في الامور الشرعيه معناها انها راجحه معناها انها مستحبه وأيضا إذا كان قد لا يوجد أي حافز غير شرعي لهذا الفعل يعني نفينا الحافز غير شرعي فيتعين الحافز الشرعي خصوصا إذا كان الإمام أو المعصوم مواظب على هذا العمل أو يكرر هذا العمل وهو ليس من العادات الطبيعية التي تكرر ويواظب عليها بقيه الكلام ياتي الحديث عنه في الدرس المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صلِّ على محمد وآل محمد